السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا انت اخر واحد تدخل السوق واول واحد تخلص بيعتك. اذكر الله يمصبح. بعد ايش حقه معور قلبك؟ ما باك تشتري من عندي. الكنعد مالك هذا ريحته خايسه. الكنعد اللي عندي طري من البحر للسوق ولا تكذب. انا ما اكذب. يا الله صباح خير. يا الله صباح خير. مصبح اتيسر قبل لا. ها انت الزفر؟ انت ما حد ادبك من قبل؟ والله ما اشوف قدامي ريايل. صبح خزي. مصبح عمي ناخذ المفتاح يباك عسيف. والله دنيا عجيبة. دنيا عجيبة تخلي مفتاح نوخذه مالت عليك وعليه. هي المسكين مبخيت كاسر خاطري. أقول بو سالم. هابي. عندك كم بيزة؟ عندي. ليش؟ أنت عطني وبعدين أقول لك السالفة. عفا عليك. سم ها. كلهم لك ها. سم الله عدوك. وأنا بعد بزيدهم من عندي. زين. بس ليش عاد تقول لي شو السالفة؟ خبرني يا ابو سالم. انت ما تبى ابو بخيت يرتاح؟ يا ليت. خلاص خلي السالفة علي انا. توكل على الله. ضربت بضاعتنا يا مصبح. ظنيت المحامل طبعانة بالغبة. قلت لك يا عمي لا تغامر بفلوسك كلها ما تبعت شوري. ظن المحامل توصل لبلاد؟ اي توصل يا عمي. الحكومة الهندية وقفت كل محاملها وممنوع يطلع اي محمل من مونيها. ممنوع. وبعدين لا تنسى يا عمي الدنيا بحرب. يا ابوك من يوم ما خضيت هذه اللي اسمها سارو بنت اخو ابو صالح وانا الدنيا مدقدقة فيه وما مترقع. مشكلة. مشكلة ان البعث اللي قدامي ولا وراي. تدري يا عمي ابو شهاب وش يسوي؟ لا تقول لي خبر زين عنه. خلاص عاي ما بقول لك. خلاص قول قول. ما عرفت ليك يا عمي. يا ابو يقول اللي فيني كافيني يا مصبح. قول. عمارة ابو بدر انقلبت كلها مخزن له. اشتراها؟ اي نعم. هاي القهر. هاي القهر. ولا نبغى اشتريها قبلي. فيها بضاعة تكفي الفريج وتزيد لخمس سنوات قدام. لو باع نصها بضيعك يا عمي. والسموح أقول ليك إنه استوى أكبر تاجر بالفريج والفرجان اللي حوالينا. أبو شهاب هذا داهية وحسبها صح. قلت ليك لا تمدحوا قدامية. أنت بتقتلني غصة. أنت سغابي ولا تتغابة يا مصبح؟ لا هذا ولا ذاك يا عمي. بشوف بشوف من في الداهية أنا ولا هو. السيف غلط علي وعليك يا عمي. فكنا من سيفه بالعوار راسه لاحقين عليه. مثل ما انت عارف يا نوخذ ابو صقر بعد ما توفى ابو بدر الله يرحمه وعرس الدانه استويت بروحي في البيت. ان شاء الله يطلع ولدك بدر بالسلامه من الحبس وبتعرسينه وبتشوفين عياله ما تحسين انك بروحك في البيت. الله يسمع منك. امر يا بدر. شو المطلوب مني؟ كل اهل الفريج عارفين ان بدر مريض شويه وما كانت في نيتي يذبح ولد خلفان مثل ما يقولون. بالعكس كان بو بدر الله يرحمه يودي خلفان لهالبيت ويستانس وياه. بعد يا بدر ما قلتي لي شو مطلبك؟ ترمس الشيخ عن بدر وتشرح له حالتي واني بروحي في البيت اكيد ما بيقصر. والله ما ادري ايش اقول لك يا بدر. ولدك بدر عليه سوابق من قبل وكل ما هدوه سوى نفس المشكلة ورجع. وبعدين لازم تعرفين للبلاد مين فوضى والشيخ مشغول هالأيام. لا وبيصير بالبلاد قحط والله أعلم يمكن حتى المحامل ما بتوصل. أنا الحين متعانية ويايتنك وداشة ميلسك وطالبتنك يا نوخذة عشان ترمسني عن المحامل والقحط. إيش دخل ولدي بهالرمسة؟ سموحة يا بدر ما أقدر أسوي لك شيء. مشكور ما قصرت يا نوخذة. ما تقهويتي؟ إيش حقه يا حمدة
ما ابغي اخسركم قهوه، البلاد في قحط والمحامل ما بتوصل البلاد، خلي قهوتكم حقكم. واخر كلامه يا عمي قال بنشوف من الداهيه اللي فينا. معناته يهددني. والله عاد انا ما اندل وش بنيته يا عمي. كمل كمل. بس اللي عرفه انه مفتاح شايل بقلبه وناوي لك نيه شينه ومن قلع كبده بسالفه البضاعه مالك. زين انت قلت له ان ابو شهاب اشترى عماره ابو بدر وسواها مخزن حق بضاعته اللي جايبنا من الهند؟ خبرته يا عمي. حلو، تمر بشي يا عمي؟ ايه، اباك تصير عند البانيان وتقول له عمي انه اخذ ابو شهاب يبغيك ضروري. ان شاء الله يا عمي انه اخذ ابو شهاب. تم. ابو شهاب صبحك الله بالخير. انه اخذ هلا، طلبتك طلبه واتمنك ما تردني، الله يطول في عمرك. وبعدين قول تم عاد. شو تم انت على كيفك؟ منه والدرب اللي قلت تم. لا لا ابوي لا، اول شيء اعرف شو عندك وبعدين تعالي. ان كان تبغيني ارخص لك في الشكر والعيش امسحي على بوزك ما شي ينسي. انا ما ابغي لا عيش ولا شكر، انا ابغي ولدي بدر. وانا شلي في ولدك بدر؟ نحن اهل يا نوخذ ابو شهاب، مثل ما انت يد خلفان انا يدته. لا تطولينها وهي قصيره، قولي لي شو عندك وخلصيني، انا وراي شغل. ابغيك تصير حق الشيخ وتتوسط حق ولدي بدر عشان يطلع من الحبس. انت من صدقك ولا تمسخرين؟ انا اللي اتمسخر؟ هذا ولدي. اسمعي، سيري بيتك وايد احسن لك، وان كان علي انا لا بخليهم يزيدون الحكومي اللي عليه مره ومرتين وثلاث بعد. العظيم قصف الله عمرك يا مفتاح، مقعدني في البيت لو وياي احد بسولف ويا احد بقول ما يخالف، لكن الا بروحي والله من الملل الواحد ما يدري ايش يسوي. خماس خماس تعال. نعم حاضر، وياج خماس العسل، خامس احلى واحد في الفريج، والحين السويد ثالث احلى واحد في الفريج، لان اللي خمسه اللي قبلي اثنين منهم ماتوا، واحد غرق في البحر والثاني احترق في البر، واستويت انا الحين ثالث احلى واحد في الفريج. اتفضلي يا احلى بنت في الفريج. خلصت؟ روح بيت حجي صالح عمي، نادى بسرعه قول ابي ضروري. ان شاء الله ولا يهمك. حاضرين. شو تسوي هنا؟ تحملت المزني انا ريال شرطي، هذه فيها سجن ترى. يلا تيسر اقول لك. يلا 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 بعد دربك. يلا لا حبيبي انا ما انتوا تيسروا. يلا 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 اسمع روح، قلنا هذا كنت بعد دربك. ان شاء الله لا تنازعني. اعوذ بالله. بعد شو تبين؟ ابغينا نفتك منك يا ويه استح. انا مو بياي علشان لي حاي وياك، الله لا يعوزني لك. اندوك عربونك ما ابغي ابيع لك العماره، ما تستاهل. يا مبدر مبدر افا عليك، بس افا 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 عليك يا مبدر. الله يخليك، يعني الحين احنا حسبت اهل الله يخليك، اتفقنا على البيعه وكذا تغيرين رايك؟ ترى منقوده عند العرب. انت تعرف العدل؟ اقول لك اموت يوع انا وعيالي ولا حط ايدي بيدك. انت واحد ما تحب الا نفسك. يا سبحان الله على اللي صابك بعد ما تبت. اعنبوا 3 سنين يشربونك الماي بفنيال وللحين ما تغيرت. الشيطان راكب انك من راسك لريلك. عناد لك بابيع العمارة حق مفتاح علشان تنبط كبدك. مبدر ما علي ما علي يا مبدر، إن ما راويتك يوم الظهر ما أكون أنا أبو شهاب. مردك مردك كانوا خذ بديني وأنا موجود تحت أمرك يا ريال. أبو رايك يا ريال، أنت اللي خسران وأهل البريج خسرانين. إنكم ما تسمعوا كلامي أنا وأدلم خشخش
ولد اكبر واقوى غواص في الفريج. ابوي لي طقت في راسه عفت في البحر من اذان الفجر، وما يطلع يا ريال الا عقب العشاء ويايب عشاء في ديه. تامر اهم شيء انت تقدر عليه. اعتمد سيفه هذا ترى مو سهل. على خيري. كفو كفو يا رشود المطرقه كفو. شهر واحد وتشوف السوق. حلو انت من صدقك يا اني تبغيني اتنازل عن القضيه؟ خلي ولي لعنت انت لعنه. أنا أبغي يتأدب ويفكنا من شره. لكن يا أبو شهاب خلاص هو الهين يسوي طلاق حق بنت مال أنت ها؟ أدري إنه طلق بنتي لكن مأذنة وأنا ما أبغي أشوف رقعة وجهه قدام عيني. يا أبو شهاب إذا أنا أقول مشان خاطري ها؟ مشان خاطرك إذا نفذت اللي أبغي منك بالحرف الواحد فالك طيب. في ناس ما ينفع وياهم الاحترام ولا الكلمة الطيبة، ما ينفع وياهم إلا الضرب وتكسير الضلوع. قم أشوف قم ليتك تصبح مكانه. اعد شو بلاك الظالم مع الناس في السوق؟ ما حد تارس عنك ولا شو؟ حد يقرب صوبي؟ لا حد يقرب صوبي. اللي بيقرب بينضرب مثله وبيندفن مكانه. أنت تعبت تكلم منه؟ منو يعني؟ امطارسي شو تطالعون يلا كل واحد على شغله. يلا يا جماعه الخير بشهاب راسي يابس عمره ما برد في كلامه. اذا هو بنت تنازلوا على القضيه شو بيخسرون؟ ولا شيء يا ابو بخيت. بشهاب من عرفته من يوم هو صغير ويلعب ويانا في الفريج لين ما كبر عمره ما سوى شيء فيه الخير حق الغير. لا ما يسوي شيء الا له مصلحه، واذا ما له مصلحه ما لك امل انه يتقدم. انا يا جماعه الخير حاس هذا الهندي اللي ما عندكم ثقه فيه مثل ما يقول مفتاح هو اللي بيلف راس ابو شهاب. يا ابو فهد انت ما تعرف شيء، ذيل الكلب عمره ما يعتدل. ها هذا وصل. ما ظنيت يقدر يسوي شيء. عين خير ان شاء الله ما نندرى بعد. تفاءلوا بالخير تجدوه. عليك بالدعاء يا ابو بخيت. اذا وان شاء الله الله يوفقك. ها بشر ابوي. مبروك يا ابو بخيت، ابو شهاب وافق يتنازل على القضيه. ها انت شو تقول؟ الحمد لله رب العالمين. الله بارك الحمد. سويت يا سيف، هذا واحد من طارديه تهينا في السوق. كنت معصب يا عمي وتوني متضارب وهذا داش لي عرض. مهما يكون الحين بيصير للشيخ ويمكن يحبسونك على انك اهنته وتضارط معه. خلهم يحبسوني، انا عقد في الحبس ولا حد ينفق عمره علي في نص السوق. ترى انا ما وافقت الا علشان خاطرك. يا ريتك متنازل من الاول يا ابوي. ها لا تخليني اغير رايي. لا 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 خلاص. إلا بتخبرك أنا، هذا بخوته الحين لو بغير لك مرة ثانية تبينه؟ بعد اللي سوا فيني؟ لا 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 أخاف. ما جاوبتيني عدل، هي ولا لا؟ لا لا يا أبوي لا. إيه هذا اللي بغيت أتأكد منه.
والحمد لله بخوت هذا طلع خرطي ما فيه عيال. ما عليك من خلي ولي، انت خلصي عدة الطلاق بس، ولك عندي خبر يسرك ويفرح قلبك. شو يا ابوي؟ لا تستعيلين، كل شيء في وقته حلو يا شيخة البنات. شهاب، بلاك ما فيني شيء ابوي. شو ما فيك شيء؟ ما تشوف حالتك حالة شقايل معتفس؟ تدري انت عاد كنت شوي ياسي الربع، تدري انت الشمس اي شمس الله يخليك، بس قال الشمس، الشمس اكيها باقي شوي وبتغيب. شاب انت تدري اني انا ما اعرف وين تسير، وين تي، مع منو؟ شاب انا ابوك، ما من حقي اعرف يعني؟ من حقك ابوي، بس انا ما اسير مكان، تحصلني ميلت في القهوه ولا صوب السيفه ويا الربع. قلت لك تعال عاوني في العماره، جيت يومين وعقب ما حد شافك، حتى ما قلت لي. ان شاء الله ابوي ان شاء الله. سموحه عاد ابوي انا بدخل حجرتي لاني شوي تعبان. ما يجوز يا مفتاح، ما يجوز تمنعها عن زيارة أهلها، هذا حق من حقوقها. ويوم إنه حق من حقوقها، ترى أنا أسوي هالشيء لمصلحته، رجال أخاف عليها، ما بها تتمشي بالفريج بروحها، وأنت عارف بنت أخوك، وحدة مزيونة وغاوية وتلفص، وأنا صراحة رجال غيور. يوم أنت خايف عليها، إيش حقها ما أنت توصلها؟ شايف إني بطالي، لا شغلة ولا مشغلة كماك. ثمن حكيك يا مفتاح. لا تقاطعني وخلنا نكمل كلامي. أنا عمك. عمك يا رب. تعمل ابنية ما عمي أنا. بعدين أقول سيرش البنت أخوك وحاوط فيها من بيت لبيت، عقب رجعها لي البيت. أنا سرت لك البيت، هالاثنين اللي مشغلهم قالوا يصير مفتاح يبغيك ضروري. النوخ هذا مفتاح. خل عنك هالرمسة. كيف حال سارة؟ أنا جاي أشوفها. هذا لا مقمطنك ولا رابطنك، سير. دحين ايش تبغي مني؟ أنا ما أبغى منك شيء. ايش حق ربعك يقولون لي مفتاح يبغيك ضروري؟ ما عليك منهم خراريط وكذاذيب، ويمكن انت بعدكم كذاب. انا اللي غلطان، قالوا لي بس ما سمعت الشور. اقول لا تعور لنا راسنا، يلا توكل. توكل الله ياخذكم من عمومه. انا اول مره اشوف واحد ساير عند الشيخ ماد البوس شبرين ومتملل. سيف هو السبب، أنا متأكد إن الشيخ طالبني عشان يكلمني عن اللي هان المطيرزي، ويبيني ضروري أنا مع النواخذة. يعني معقولة يا عبد الله الشيخ طالبنك أنت ونواخذة الفرجان عشان يرمزكم عن اللي هان المطيرزي؟ مو معقولة يا عبد الله. العجيب إن المطيرزي اللي انهان من سيف وتفشل قدام الناس وخلق الله في السوق، هو بنفسه طالب مني إني أسير معاه حق الشيخ. وإذا قلت لك السالفة غير شو بتعطيني؟ يا حمدة انت لو شايفته شلون يطالعني ويرمسني من ورا خشمه بتعذريني. زين بتشوف. بنشوف. امي سمعت الخبر؟ شو؟ عن البخيت بيهدونه من الحبس. منو قال لك؟ سمعت الرجال يرمسوه في الفريج. اي ان شاء الله. معناه ما بنروح بيت عمي بخيت نفس قبل؟ لا. ليش؟ هناك وايد احسن من هني، وانا احب عمي بخيت. خلفان، هناك البيت صغير، هني البيت كبير وما شاء الله الخير وايد. اتغدى تمره هناك احسن مني اكل عيش ولحم هني. خلفان، هني بيت يدك، بيت بخيت تنساه. وبيتك علشان تدخل؟ هذا مو من حقك. لا اله الا الله، اقول لكم مفتاح قال لي، وبعدين حرمتها سارة بنت أخوي. حشرتنا تراك يا أبوي. سير سير. عمي الله يخليك خدني، لا تخليني بروحي. عمي والله محبوسة، الله يغرب لكم وغرب المفتاح فوقكم. خلوا عمي يدخل. يا جماعة الخير خلوا عمها يدخل، يبغى يشوفها.
سير بيتكم احسن لك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه الريال يبغى يشوف بنت اخوه، وين الغلط؟ بلا هالدنيا كذي تمشي بالمقلوب. قلنا لك ممنوع، هذه اوامر نوخذ الكبير العم مفتاح. اي عم واي نوخذ كبير؟ اشوف خلوا الريال يدخل. يلا شوف سيفوه، سير بيتكم احسن لك، مالك شغل ولا تراك بتشوف شيء عمرك ما شفته. شوفوا عاد ان ما خليته يدخل باكلكم التراب اللي انتوا واقفين عليه. خربانه خربانه، في حبسه واحده خميس. طب حاج صالح رحم الله والديك يا سيف، ما قصرت زي اللي سويت فيهم. ادخل اللي ما يستحون على وجههم. ادخل وخلي تشوف الريال اللي بيوقفك. ادخل. تسلم تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام، سامحني صقرقت بيتكم دون ما اخبركم. افعليك يا ولد عمي، حياك في اي وقت، البيت بيتك. خبرك سيف تزوج على ثنتين ومالي قاعده وسطهم. اذا حاب تتحول تقعد عندي هني ترى انا بروحي في البيت وما عندي مانع، ومستعد اكلم ابوي واكلم سيف وتقعد. لا مشكور، خبات ربع انت تعرس وتطردنا من بيتكم. لا يا مايد خلاص انا راحت علي. مايد دخلت عليك اليوم البيت وشفتك تعبان وما بغيت ازعجك، كان دورتك متقطعه، ايش بلاك انت متضارب يا حد؟ لا ابد، بس كنت اتغشمر يا محمد وانشقت كانت دورتي. شو اشوفك مو مصدقني؟ واذا قلت لك لا؟ على راحتك. مايد شو رايك تشتغل وياي بناي؟ كلامك كأوامر ابو شهاب، انت تامر امر ولا يهمك. صح صح. هي ايش قايل؟ آي على ريحة البيزات غير الخردل شمشم. ريحة البيزات الحلوة فيهن. آمر أنت بس آمر ولا يهمك. عاد أنا أبغيكم أول ما تشوفونه تصيحون بعالي الصوت. نعم، وهذا كله حق خدمة الفريج وأهل الفريج، لا والبلاد كلها بعد. هي بس نحن شرطة في السري مخبرين، لازم الضبابيط نخبرهم. مو بالضبابيط، المضابيط. هي هي نفس النفس. يا الذكي يا الذكي، انتو شغلتكم ترى تزخون المجرمين، وبعدين الشرطة بيعطونكم 5 مرات كثرهم. نعم صدق. نعم اعتمد يا نوخذة، وراك ريايل لا سير واصرخ في الفريج واطلعهم كلهم من بيوتهم ونزخهم لك. كفو كفو والله يا ام صويلح، ما تقصرين، تعجبيني ما شاء الله عليك. عيال يلا قوموا نفذوا اللي قلتكم عليه. وبعدين ابو صالح خذ مرتك وأداها بيته. وصقور ما شفناه ولا قرب صوب بيتك طول اليوم. وكيف عن سيف طال عمرك؟ نتوكل على الله ونتولاه. أنا في حرة على سيفه هذا، وأنا أكثر منك. أسبوع عليكم، قل ما فيكم مريلة ولا رجال واحد يدفن راسكم بالأرض ولقمكم الطين. ما فيكم مريلة، ما فيكم مخوة وغيرة على نفسكم. نأخذه الليلة، بنقص كبد سيف وبعدها بنتولى عمارة أبو بدر. ودر عنك سيفه، سيفه أمره هين مقدور عليه بأي وقت. نيران أبو شهاب يا ستشعل بيوفي وتزيد، ولازم أطفها. نفذوا. تم تم تم. عدتكم وسامانكم عدكم، وعقب نص ساعة أبا ريحة الدخان توصلني وأنا واقف مكاني. نفذوا إن شاء الله.
الشيخ ما يبلي سيرة سيف ويا المطير زين. الله يهداك يا عبد الله، الحين قحط في البلاد والعيش والشكر يشح يوم عن يوم، وتبى الشيخ يرمسك على المطيرزي وعن سيف مو بوقته. صدقتي، بس ما قلتي لي ايش حقه طالب الشيخ؟ ايش حقه؟ بيسوون بطاقات تمويل حق اهل البلاد. بطاقات تمويل يعني مثل الشتاتي حق العيش والشكر، وكل واحد ياخذ نصيبه، مو مثل مشاب هذا اللي مخزن عنده كل شيء والناس كلها يواعه. هي والله صدقت، يزاهم الله خير. وكلمت عن بدر قبل أن أمشي وقلت له ترى هو وحيد أمه، والأم قاعدة بالبيت بريحاتها وما حد عندها. هي وش قال لك؟ قال لي بشوف الموضوع وما يصير خاطرك إلا طيب. أظن بزحمة هالبلاوة اللي تنزل علينا بينسى الموضوع. لا لا ما بينسى، وبذكرك ولا، وبيطلع بدر إن شاء الله ولد ثاني إن شاء الله، علشان أمه اللي مسيتينا. أقول سمعوني، إذا نزخ واحد منكم لا يكون يروح يخبر على الثاني. زين عيب عليك يا خميس، إذا نزخيت تروح تخبر على يمعة ولا تروح تخبر علي أنا. زين ومفتاح ما أدري كيفكم، أنتوا الحين قاعدين ترمسون عن شيء ما بيستوي أصلا، إحنا ننفذ الأوامر ونشل عليه. أنتوا الحين سيروا زين وأنا براقب لكم المكان. يلا هند. فهد انا في المخبر السري. يلا الحقوا عليهم زخوم بسرعه، خليجي الحقوا عليهم. سيف، هذا واحد من اللي ضربوني هذيك الليلة، عرفته من عيونه. غربنا هالله، تعبنا من كثر ما يركض ورانا. زخيته ولا ما زخيته؟
وين اللي زخينه؟ تراك انت زخيتني. شو زخك انا دور الحرامي هذا اللي حرق عمارة ابو بدر وينه؟ زخوه انتو زخور كضوا هنا. عليكم عليكم ما شاء الله عليها علينا بالذبول ما شاء الله عليها. الله يبارك فيك يوم انا اللي خذيتك. الله يهنيك الحين هي الحرامي اللي بتزخها. يلا انا بفنش بالشرطة والسبد وزخوه. لبي يا نار لبك وارتفعي واشتدي. أبا لهيبش الأحمر يحرق الأخضر واليابس يمرش قلبي خلي يدق يدق ويحرق البنيان. أبا لهيبش تنتر شرق وغرب بلي رحمة وبلي طيبة. ارتفعي ارتفعي يا نار. أبا دخانش يخلق أبو شهاب يقطع قلبه ويقتله من القهر. ارتفعي ارتفعي ولبقي واشتدي يا نار. ارتفعي. ما هقيتها منك يا سعيد. هذا جزات اللي كرمك وحشمك وقعدك ببيته حاله حال ولده ويمكن اكثر. لا تفهمني غلط عمي. اي غلط؟ وين الصح اللي انت تعرفه؟ داش علينا نصايف الليل وتصير العريج حق بنت بنتي. شناوي تسوي فيها؟ حرام عليك. تبغيني اشتكي عليك ولا وديك للشرطة؟ عمي ابو زيد عمت عينك جليل الحياة. ترضى حد يدخل بيتكم نصايف الليل ويقعد يسولف مع امك ولا اختك؟ ترضاها على هلك؟ خلني افهمك عمي. اي تفهمني ولا شايفك بعيون الثنتين. حرام عليك. اطلع برا وما ابغي اشوف رقعة وجهك هني مرة ثانية. لا انت ولا ربيعك مسعود. وان جيتوا صوبي مرة ثانية لا تلوموا الا نفسكم. لا بركتم بالساعة اللي عرفتكم فيها. برا برا. الشدة ما فيه خلاص ما روم. عن ابونا حي شرطة ولا خيول؟ عجزنا من ركض حتى انا نسيت كيف امشي. حشم كسرت عافيتي مو ما فيني فايدة. زين ويوم ما شا فايدة ايش حقنا احنا جالسين الحقة؟ زخينا؟ لا عيل اسكت. انا خماس العسل خامس احلى واحد في الفريج. ايش حق امشي ويا شويه خبايل؟ ولا انا الحين قاعد في الفريج مخلص زامي وراي وشارب شاي وكان نايم الحين. ها يعني ما بيعطونا شيء؟ لا ما بيعطونا شيء. ها عيالنا نحق شيء جايين هنا؟ يا ابوي نحن جايين نزخا وما زخينا يعني ما بيعطونا المقسوم. افهم الله يخليك. ها افتهمت الحين نحن ليش ما زخينا؟ واي على حظي واي عليك واي على حظي. Oh.
خلاص احترقت العمارة، ضاع حلنا وحلالنا، كل اللي تركه لنا أبو بدر اختفى في غمضة عين. قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر الله يا حرمة. سلامة أهل الفريج أهم من كل شيء. الحمد لله اللي احنا قدرنا نطفي النار قبل لا توصل البيوت والدكاكين اللي حوالين العمارة. فكرتوا بس في الدكاكين اللي حوالين العمارة؟ ونحن وحلالنا ورزقنا من وين نعيش الحين؟ أم بدر، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ما قلنا شيء أبو سالم ولا كفرنا، بس أي واحد في البلاد يحترق بيته يسلم ويقول الله كتب عليه وانتهت السالفة؟ لا لا لا، نحن لازم نعرف من هو اللي سوى هالفعل الشينة. عيل وين الشرطة اللي حاطينهم في الفريج؟ وينهم؟ الله يهديك، هاي الشرطة؟ قال الشرطة انتوا صدقتوا وافقتكم ياقوت ياقوت الملثم هذا، لو ما سلم نفسه كان لليوم يدورونه وما بقادرين يزخونه. انا نشيت صفارة الشرطة، هم تلقاهم الحين ياس يلحقون الفاعل. سيف لحقه واكيد بيزخه، ريحة الغاز اللي في العمارة تدل ان الحريجة صارت بفعل فاعل. ما حد سواها غير بوشهاب، يوم رجعت عليه عربون بيع العمارة ردها لي، وهذا انتقامه مني، حسبي الله ونعم الوكيل. شو قايل؟ الدنيا فوضى، والله لو تأكدنا انه هو لا ياخذ جزاه، هو بوشهاب اللي مسوينه هو. خلاص خلاص صاف، لا تضربني دخيلك. خميس؟ نعم. قل لي منو اللي وزك تحرق عمارة أبو بدر؟ قل لي. ما أدري ما أدري ما أدري. شوف خميس، ما حد بيفتشك من يدي في هذا المكان، إذا ما علمتني بقتلك وبخلي الشباب تاكلك، ولا حد بيدري عنك. قل لي. مفتاح مفتاح، واللي طرشني مفتاح. وبتقول هالربسة قدام الشرطة ولا بتنكر؟ الشرطة؟ بتقول ولا بتنك؟ بقول بقول. لا تظن نحن مثل الأول وتقول أعطوني فرصة علشان ألعب بالفريج على كيفي يا أبو شهاب. اي نعم، أم بدر تتهمك بحرق عمارتهم، شو قلت؟ يكون عينوكم الانقريز ضباط في الفريج وأنا ما أدري. انتم من واصل عشان تسألوني؟ ها انت قدام انه اخذ ابو صقر. نوخذ على نفسه، اللي عارفه ان نوخذ يدش البحر يدق القوع مع الغاصة، يرد باللولو والدانات وبيأجر محمله ويقوم يحاوط في السكيك. استغفر الله العظيم، شو خليت حق الشباب عنبه ما تستحي على وجهه؟ حدك عاد يا ابو شاب، انت قدام انه اخذ ابو صقر. يعني ابو سريا ود ولدك صقور هذا مخلي انه يتالي في السكيك مثل ستيس يراكض ورا بنات خلق الله،
وبدال لا تعرسه انت تعرس. خسه وتعقب. مو بنت اللي تعلمني العدلة والمايلة، ومو بانا اللي انقض عهدي مع الريال اللي شالني من الموت. اسمع يا ابو شاب. ناخذ ابو شاب. والله طلع لك لسان يا ابو احمد. سر اربط ولدك هذا اللي كل يوم نطيح هناك عند بنات الانجليز. اسمع يا ابو شهاب. اسمعوني انتو، بدل تهجمون على اكبر تاجر في الفريج والفرجان اللي حواليها كلهم، سيروا عند ابو عيالكم اول. ارجع مره ثانيه واقول لك واكررها عليك، وهالمره راح يكون حسابك شديد لو درينا انك ورا هالفعل الشينه. شاهد واحد بيثبت انك انت اللي مسوينها. حزتها الفريج ما بيسكت لين ما تنحبس.